منفذ تفجير رأس بعلبك داعشي في قبضة الجيش. نصر الله عن قمة الرياض. أغلبيتهم الساحقة ما عندهم علم لا بالبيان ولا بالمضمون. جريمة مروعة في جناتة، قتل زوجته وابنته ثم انتحر. نتيجة شيء صار معين بين المرأة والرجل راح الضحية. المقاومة والتحرير في جوني. هيدي الصعود صار المسير. هيدي فاضل. والقوات والكتائب على الجبهة. شهداء شهداء لبنان كلها وشهدائنا كلنا. الحريري يعلن من طرابلس الاتفاق على القانون. لا ان شاء الله حيكون في قانون انتخابات جديد باذن الله. اتفقنا اتفقنا ما تخافوش. صباح الخير. مع تقدمه في الزمن يرتفع يوم التحرير إلى قمة الأيام المتوجة بالنصر وإلى ساعة هزيمة لا تزال تشد على معصم إسرائيل. فذاك الشهر الذي كان خيرا من ألف دهر حمل معه العدو إلى خارج الأرض، فتح أبواب الزنازين وحرر المعتقلين وأعاد إلى جبل عامل الزيتون والسنابل. 17 عاما ونهار 25 من أيار أن لهم أن يعثروا عليه في سوق العرب. لا مرادفات له في الصحيح العربي، لا، بل إن كل الإنجازات العربية جاءت مدمرة للدول وتسعى لليوم إلى تغيير التاريخ وتحويل المقاومة إلى إرهاب. وبكلام صانع هذا التاريخ السيد حسن نصر الله، فإن إرادات الشعوب هي التي تحدد المصير، لا أمريكا ولا العالم ولا الدول التي لا تعرف صندوق الانتخاب من صناديق البيض وما حدا يكلنا راسنا. وأفرد نصر الله معظم خطابه للقمم الثلاث في الرياض التي كانت عبارة عن قمة واحدة بين ترامب والملك السعودي، وذلك بعدما مرر إشارات مطمئنة داخليا تتعلق بقانون الانتخاب، وقال إن هناك بعض الأفكار الجديدة التي برزت في اليومين الماضيين والتي يمكن أن توصلنا إلى نتيجة. وقد تقاطع هذا التفاؤل مع إعلان الرئيس سعد الحريري للجديد أننا اتفقنا على قانون جديد للانتخاب والنقاش متطور. وقد مرر السيد نصر الله إشارة ثانية إلى رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون بضرورة فتح دورة استثنائية لمجلس النواب، حيث لا فراغ في السلطة التشريعية، عسى وعلى نصل إلى نتيجة. هذا شرط استبقه نصر الله بمكافأة على شكل إشادة بوزير الخارجية جبران باسيل والرئيس عون على الموقف الشجاع والصادق والمسؤول الذي أعلنه وزير الخارجية من إعلان الرياض. ورأى نصر الله أن هذا البيان لا يلزمنا بشيء وهو إعلان أمريكي سعودي، وأن معظم الدول المشاركة لا علم لها به، ما يشكل فضيحة ومهزلة. وتوقف الأمين العام لحزب الله مطولا عند الأسباب التي تدفع السعودية إلى الاحتفاء بترامب وتشتشته وتكريمه وتجليله، وهو من أكثر الرؤساء الذين جاهروا بالعداء للإسلام والعرب، وهو أكثر رئيس عنصري في العالم ويجلس اليوم على كرسي مهزوز. وقال نصر الله إن السعودية أرادت من خلال هذه الحفاوة أن تحمي نفسها أولا، لأنها داخل أمريكا وأوروبا والعالم هي التي تقف خلف الجماعات التكفيرية. وقد جاءت اليوم لتقديم رشوة إلى السيد الأمريكي ليضعها في مصاف الدول المواجهة للإرهاب ويدفع عنها هذه التهمة. واعتبر نصر الله أن كل ما يهم الرئيس الأمريكي هو المال وإسرائيل، والسعودية قالت له خذ حتى ترضى يا ترامب.
أمنيا، أوقفت استخبارات الجيش الإرهابية البارز في تنظيم داعش حسن الحسين الملقب بحسين ملوك في عرسال، وهو منفذ عملية التفجير التي استهدفت بلدة رأس بعلبك ليلة أمس الأول. وأعلنت قيادة الجيش مديرية التوجيه في بيان أنه نتيجة التقصي والمتابعة وبعد أقل من 24 ساعة على التفجير الذي استهدف بلدة رأس بعلبك بعبوتين ناسفتين وعبوة ثالثة تم تفكيكها من قبل الجيش، تمكنت مديرية المخابرات من توقيف المدعو حسين الحسن من بلدة عرسال الذي اعترف بالمشاركة في عملية التفجير، وهو ينتمي إلى تنظيم داعش الإرهابي. أهلا وسهلا فيكم، أهلا وسهلا فيكم، أهلا فيكم، أهلا فيكم. قال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن السعودية تحتاج الأمريكيين لأنها فشلت في كل مخططاتها في المنطقة، متهما الرياض بتقديم رشوة للسيد الأمريكي ليدفع عنها تهمة دعم الإرهاب. واعتبر نصر الله في خلال كلمة ألقاها في مهرجان لمناسبة عيد المقاومة والتحرير أن إعلان الرياض يعتبر إعلانا أمريكيا سعوديا، وأن أغلبية الدول لا علم لهم بالبيان ولا بالمضمون. عيد المقاومة والتحرير اختيرت له الهرمل مكانا للاحتفال، وهي المدينة التي دفعت دماء كثيرة في مواجهة الاحتلال والسيارات المفخخة والجماعات المسلحة. وفي هذه المناسبة أطال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله داعيا الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم لتحرير ما تبقى من جرود عرسال من الإرهابيين. في الشق الداخلي وضع السيد لائته الثلاث الانتخابية. نحن ما زلنا نصر على أهمية الوصول إلى قانون انتخابي جديد من أجل البلد ومصلحة البلد ومصداقية الجميع. نحن جميعا قلنا لا للفراغ، لا للتمديد، لا للستين. الذي يحفظ مصلحة البلد ومعنويات الجميع ومصداقية الجميع هو التوصل إلى قانون انتخابي جديد. أما الحصة الكبرى من خطابه فكانت القمة السعودية الأمريكية والإعلان الرياض. أطمئن جميع اللبنانيين بكلمة مختصرة أن كل ما قيل وما صمم وما أعلن وما صدر من مواقف ومن بيانات في الرياض إن شاء الله وبهمة اللبنانيين وتعقلهم وتفهمهم لن يكون له أي انعكاس على الوضع الداخلي اللبناني. وزير الخارجية اللبنانية الأستاذ جبران باسيل أخذ مبادرة أستطيع أن أصفها وأنا أعني ما أقول، أنه في موقف صادق وشجاع ومسؤول. صادق لأن هذه الحقيقة، البيان لم يعرض على القمة، إعلان ما يسمى بإعلان الرياض. وشجاع لأن الذين غادروا وسمعوا بالإعلان من وسائل الإعلام لم يجرؤ أحد منهم أو كثير منهم أن يصدر بيانا ويقول يا عمي ما عنا علم ولا حدا خبرنا ولا حدا سألنا ولا حدا شاورنا، وهذه مصيبة طبعا.
ومسؤول لأنه يحصن البلد ويحمي البلد ويحمي النسيج الوطني والانسجام الوطني القائم في البلد. شو المنطق؟ شو العقل؟ شو الفهم؟ عن جد الإنسان يقف مدهوشا أمام هذا الكرم السعودي، الكرم الاحتفالي والكرم المالي والكرم السياسي والاحتفاء ليحمي النظام السعودي نفسه في السعودية، ليحمي نفسه أمام العالم. لماذا؟ لأنه اليوم بالعالم حتى داخل الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وفي كل أنحاء العالم لم يعد خافيا أن الذي يقف خلف الجماعات التكفيرية والفكر التكفيري هي المملكة العربية السعودية. لذلك هي بحاجة لتقديم رشوة للسيد الأمريكي ليدافع عنها، ليحميها، ليقدمها كمركز لمواجهة الإرهاب. شوفوا السعودية في أي القمم كل همها وغمها أن تقول ماذا؟ جملة واحدة قالها الملك سلمان، أن إيران هي أساس الإرهاب ومركز الإرهاب العالمي منذ انتصار ثورة الخميني بتعبيره. اسمحوا لي أن أقول لكم أنه هيدي قوة الاحتياط 38 ألف اللي عم بيشكلوها لقتال داعش بال 2018 عليكم خير، إن شاء الله لل 2018 ما بيكون بعد في داعش لا بالعراق ولا بسوريا بالحد الأدنى من منطقتنا هون. وأكد السيد نصر الله أن وضع أسماء قياديين في حزب الله على لوائح الإرهاب لا يقدم ولا يؤخر. سكان ما كان يسمى الشريط المحتل منهم من تعامل طوعا مع العدو ومنهم من تمرد على الواقع. من لم يختبر طعم الذل لن يعرف طعم العز، ومن لم يذق مرارة الاحتلال لن يقدر فرحة التحرير والانتصار. 22 عاماً ظل الجنوب صامداً كشتلة تبغ ينحني ولا ينكسر. عاش أهله أيام قهر وظلم من محتل سرق فلسطين وامتد إلى جوارها، ولم يكن يتوقع أول هزيمة له على أرض جبل عامل. لكن ظلم ذوي القربى أشد مضاضة، فقد عانى الجنوبيون من جيش زرعته إسرائيل للتنكيل والوشايات وتلقي الضربات عنها. جيش العميل أنطوان لحد الذي التحق به طوعاً عدداً من سكان الشريط المحتل. يبرر البعض أنه أرغم على العمالة بسبب فرض التجنيد الإجباري عليهم من قبل قيادة جيش لحد. أجوا لي العملاء بسنة 98 تهجموا لي على البيت وأجبروني مثل حطوا لي سلاح بظهري وأخذوني. قد ما يقصت قوست جري التنتين، كنت بعملية بيتحون وقت الشباب المقاومة فاتوا وقتها وأخذوا المليلة وأصروا شاب. سمعنا أنه شباب المقاومة بلشوا يفوتوا على موقع الشريط الحدودي، وهيك صرنا شو نجهز حالنا ما نسلم حالنا للحزب وللدولة. لكن منهم من تمرد على واقع التجنيد رافضا ارتداءه بدلة الخيانة وحمله البندقية في وجه أبناء بلده. هم أخذوني على جيش لحد جبيرة بأذار 96. هلا خططنا أنا وأمي كيف بده يكون الهرب، لأنه أنا ما بعرف أصلا، أنا ما بعرف المنطقة كلها. بس يعني أنت تخيل إنه أم بهذه القدرة إنه تقلك أنت وماشي موتوا ثلاثتكم بالبعر أحسن ما ينسبغ الباب بالعمالة. مسألة إنه نحن بيت مثلا شيوعي ومناضل من لما المكان بيي وشاب بيي لحد ما بلشت العائلة كليتها تكبر وكله يروح ومقدمين شهيدين، ما فيني أني إجي أسبغ هذا الباب بالعمالة. عمالة كلمة صعبة، يعني بيفهم كلمة عمالة هذه كأنه واحد أوسك بصدرك براسك بعينك بشيء صعب منه هويني. فكنت البدلة لما أعطوني هي ما فوت على البيت أنا، ولا علق على الحبل ولا أغسلها أصلا. انتهى عصر العملاء مع خروج جيش الاحتلال منكسرا من بوابة فاطمة، مخلفا وراءه مشهد ذل لمن باع وطنه وقرر إكمال حياته لاجئا عند العدو.
لكنه خلف أيضا مشهد عز لمن رفض الانحناء أمامه، إلا لزرع عبوة ليكتمل مشهد الانتصار. ففي 25 من أيار عام 2000 الجنوب حرر الوطن. عيد التحرير عاد، فهل يمر بجوني؟ عيد وذكرى، ولعل الأهم لدى البعض أنه عطلة رسمية. فما هو العيد الذي يقع في 25 من أيار؟ إلى جوني توجهنا للإجابة عن السؤال. جامع المارجريس. عيد البشارة. عيد الصعود، صعود المسيح. عيد التحرير. بابا عيد بيقولوا عيد التحرير، نحن كمان غربية يعني. سألنا امبارح قال كله مسكر اليوم. فرصة. ليه؟ بتعرف ليه؟ لا. لا بدي لك عيد جميع القديسين اليوم. لا خميس، لا اليوم خميس الصعود. خميس الصعود اليوم. صاري ما بتدخل بهالأمور ميرسي. أنا هلا أمي قالت لي إنه بعيد لأنه عيد أم التحرير. ما في عيد. عيد. عيد شو؟ ما بعرف. ما عندي فكرة. لأنه اليوم خلصت الامتحان. ما بعرف سوري. لأنه في إسرائيل أنه راحوا من سود لبنان. لأنه عيد التحرير. يوم عيد الصعود. عيد فاطمة. في وطن 10452 كيلومتر لا يعلم كثيرون أن جزءا كبيرا من تلك المساحة تحرر في مثل هذا اليوم. يعني هذه المسألة مرتبطة بالتاريخ ومرتبطة بالثقافة. أنت بتعرف أن جوني هي مساحة عزيزة جدا من الوطن، ولكن هذه المنطقة بحقبة من الزمن كانت مصادرة من مجموعة من القوى اللي كانت تعتز بعلاقتها مع إسرائيل. فاليوم نحن منقول تصحيح مسار التاريخ يبدأ بكتاب التاريخ بالبرامج اللي بتعدها وزارة التربية وبتأكد على انتصارنا على العدو الإسرائيلي، وبالتالي وسائل الإعلام تبعنا طبعا مش كلها مسؤولي، البعض منها مسؤول، لازم تأكد على مفهوم الانتصار بوجه العدو الإسرائيلي وما معنى هيدي الذكرى. كأنما وطنان في وطن واحد، لكل وطن عدو وانتصار وكتاب تاريخ مشترك على قياس الطرفين. أما التحرير فذلك يبقى رواية أخرى أكبر من وطن 10452 وانقسامات أهله. حسان الرفاعي، قناة الجديد. جريمة مروعة تهز بلدة جنات قضاء صور، والضحايا الثلاث أهل بيت واحد. بفرق لا يزيد عن 48 ساعة سقطت في صور 4 ضحايا تدخل جميعها في خانة العنف الأسري، آخرها فاجعة أصابت بلدة جنات التي شهدت جريمة مروعة ذهبت ضحيتها أم وابنتها، والقاتل هو الوالد الذي أقدم على الانتحار بعد فعلته. في تفاصيل الحادث أن المدعو محمود شور من مواليد عام 58 كان في منزله مع ابنته ناريمان البالغة 16 عاما وزوجته سميرة من مواليد عام 65. وقع خلاف كبير بين الزوجين فجر الثلاثاء، ما دفع ناريمان إلى بعث رسالة إلى إحدى صديقاتها تقول فيها إن هناك مشكلا كبيرا في المنزل وإنها تريد الخروج. وفي محاولة التوجه إلى باب المنزل للهروب أقدم والدها على إطلاق 5 رصاصات عليها من مسدسه الحربي ليعود ويوجه سلاحه باتجاه زوجته مفرغا 9 رصاصات في جسدها. وبعد 20 ساعة من التنقل بين الضحيتين أقدم محمود على الانتحار. مدينة صور هي من المدن المسالمة والجريمة فيها نسبيا قليلة كتير، خصوصا جرائم القتل. بخلال هال 25 يوم المرئين مش بس جريمتين، حدث عدة جرائم، في أكثر من 5 جرائم صاروا. بقى هيدا شيء ملفت للنظر، وبالأخص جرائم عائلية ضمن العائلة الوحدة. نتمنى تخف هالأمور هيدي وترجع الناس لربها يعني شوي. لا اضطرابات نفسية، هذا ما يجزم به أهالي جناتة. المشكلة الوحيدة هي طبع محمود الحاد وشدة غضبه. ابن عمتي وقرابتي لزم وهي بنت عمي، فكانت علاقة طبيعية كتير جدا يعني، وتفاجأنا باللي صار. والبنت إلها علاقة بال... لا لا لا، طفلة بريئة مظلومة نتيجة شيء صار معين بين المرأة والرجل، راح الضحية. هو
هو ليه بيحمل سلاح؟ هذا السؤال مش قادر جاوب عنه لأن مثله مثل كل الموجودين مثل كل هالبلد. حادث ما حدا كان متوقع أبدا، لأنه محمود شور كان شخص طبيعي جدا جدا جدا، وما في أي معطيات بتقول والله أنه هو لا عنده خلل ولا عنده أي اضطراب نفسي. مفروض أنه تحقيق يبين إذا في شيء، بس واضح أنه هو ولا شيء، موضوع إشكال فردي أدى لهذا الموضوع لا أكثر ولا أقل. لمحمود وسميرة 6 أبناء، الضحية ناريمان ابنة من ذوي الاحتياجات الخاصة تعيش في مؤسسة للعناية بها، وأربعة يعيشون جميعا في أبيدجان الذين أبوا حضور تشييع والدهم القاتل طالبين دفنه قبل وصولهم إلى لبنان. أما سميرة وابنتها فستواريان في ثرى بلدة الوالدة في طورة بناء على طلب أهلها وأبنائها. على صورة تجمعها بوالدها كتبت ناريمان: سيظل أبي حبا يحكيه دعائي دائما، اللهم لا تحرم أبي الجنة فهو لم يحرمني شيئا في الدنيا. كتبت ناريمان غير مدركة أنه سيحرمها الدنيا نفسها. ليال سعد، قناة الجديد. اعتداء آخر ضحيته سيدة والجاني يلجأ إلى الدولة. ضرب مبرح على يد أقرباء زوجها وأربعة أيام من الألم في المستشفى حولت درج منزل ختام حسنة إلى جبل تكاد لا تقوى على صعوده. أني كان جاي لعنا بدي يمسح سلفي البيت، جاي هو معه، هو ما في حكي بينه وبين جوزي، متقتل هو قبل. قال له جوزي للمستح اشتغل وانت عمل معروف يا عمي، ما لك شغل معنا، بيني وبين خي وبين كبشه بجوزي على السطح بدي يقتله. سمعت تصريخ، أنا ابني طور لبرا، شفت سيارة راكدة، ابني على الطريق كانت السيارة حد دعسه، يوم ابني ما بعرف ايش معه بايده، طلعت هيك لقيت زلمه نسلم السياره وحامل زاوي حديد بده يهجم فيها ابني، بيقوم بيو كان ساعتها نزلوا عن سطح وبلش فيني القتل هو وابنه. طلعت هيك لقيت ابنه الثاني حامل موتير حطب من قدام بيت سلفه وبده يدور وينشر ابني فيه. ما عاد عرفت ايش بدي اعمل، انا رد هذا يمسكوا ابني، رد واحد يمسك واحد، لقيته الا ضبني بالارض وبلش فيني عصا حديد ما بعرف ضربي هون خسرته، ضربي عجلي هون ما بعوجي الدم من عادة هذا الضربات هون وهون لك اسمي. زوج ختام يكاد لا يصدق ما جرى. ما واحد منهم مسك التليفون وقال مرتك شو بقى؟ اشتغلت عند الدرك عند المخابرات وعند التحرية ولهلا الساهم بيسرحين ومرحين وما حدا عمل انتم من وين؟ اما الاغرب فهو ادعاء الجاني على الضحية لدى القوى الأمنية. المضحك في الأمر أنه يرضى القتيل وليس يرضى القاتل. المضحك في الأمر أنه بدل ما هي تدعي راح الجاني وادعى أمام مخفر درك بينه بنفس النهار اللي صارت القضية، وجايب معه تقرير بخمسة أيام تعطيل على العمل، مع العلم أنه راح ادعى شخصيا. المفروض اللي يجيب التعطيل يكون نايم ببيته عم يرتاح. أطلب من من القضاء أن يضع يده بصورة حقيقية على هذا الموضوع. ضحية أخرى شاء القدر أن تبقى على قيد الحياة، والدولة تقف متفرجة في انتظار أن تسيل الدماء ويجهز الكفن قبل أن تتحرك. حسان الرفاعي، قناة الجديد. الرئيس سعد الحريري يزور طرابلس تحت العنوان الإنمائي، لكن الزيارة تحمل دلالات سياسية كبيرة، خاصة في ظل محاولة لكسب ود الطرابلسيين في ملفات عدة قبيل الانتخابات النيابية. جولة إنمائية في الشكل للرئيس سعد الحريري في طرابلس ولا يخلو مضمونها من الاستعداد لانتخابات باتت قريبة يلوح في أفقها القانون النافذ، أي قانون 60، على الرغم من إصرار رئيس حكومة استعادة الثقة لإنجاز الاتفاق على قانون جديد. دولة الرئيس بأيلول الانتخابات وفق 60؟ لا، إن شاء الله حيكون في قانون انتخابات جديد بإذن الله، ولكن النسبية عم بتكون فضفاضة بعد ما في اتفاق على عدد. لا لا، اتفقنا تخافوش. وتطور النقاش. وصلنا. الاعتدال ونبذ التطرف شعار يطلقه الرئيس سعد الحريري للمرحلة المقبلة، سائرا على نهج الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وإلى طرابلس عاد بعد غياب وانهماكات. الرئيس سعد الحريري هو رمز الاعتدال، وهذا الاعتدال مرات بيدفع حقه بالسياسة، لأنه اللي بياخدوا الكلام المتطرف قد يجمع جمهور أوسع. بدنا نعطي حالنا لتقريبا 15 شهر الجاي،
في امكانيه ان يكون في اتفاق على قانون جديد، وان شاء الله بيصير هالشيء بالتاكيد. جاي مشان المشاريع، بس ما في شيء يمنع انه السياسي دائما لازم يكون مع قواعده ومع شعبيته. من الأوتوستراد والجسر الدائري الذي أطلق عليه اسم جادة وجسر عمر كرامي في طرابلس إلى المنطقة الاقتصادية وسوق الخضر، ومن خان العسكر إلى المدرسة النموذجية ومشروع البنية التحتية في الجامعة اللبنانية، جال الرئيس سعد الحريري واعدا بمستقبل إنمائي واقتصاد مزدهر. نحن بالنسبة لنا إن كان نسبية ماشيين بالنسبية، إن كان مختلط ماشيين بالمختلط. هذا موضوع يجب على الأفرقاء الآخرين يتنازلوا شوي لحتى نوصل لهذا القانون الانتخابات. بموضوع الموقوفين نحن عم نشتغل على قانون العفو، قلت بالسابق ونحن جادين بهذا الشأن، وهذا الشيء بإذن الله حنوصل له وحيكون في عفو للي بيستاهل العفو. ومن الشمال إلى الخصوم السياسيين رسائل حريرية لتكون طرابلس مثل ما كانت وأجمل، والعيون شاخصة إلى صناديق الاقتراع لانتخابات نيابية قريبة علها تنقلب على نتائج انتخابات بلدية منصرمة أصابت المستقبل في أعماقهم. رواند أبو خزام، قناة الجديد. الحريري يخاطب أهل بيروت ويقف إلى جانب اليد العاملة البيروتية. أنا برأيي أحلى نقول بيروت بيروت بيروت، مش أحلى من سعد؟ من طرابلس إلى بيروت وتحديدا إلى الطريق الجديد انتقل الرئيس سعد الحريري ساعيا لتحقيق أحلام والده الرئيس الشهيد رفيق الحريري الإنمائية، فوضع حجر الأساس لسوق الخضر بالجملة في منطقة أرض جلول لكي يصبح حقيقة في سنة ونصف أو سنتين. هذا مشروع من المشاريع اللي كان الله يرحمه الشهيد بده يعمله، تحارب عليه في محلات، حاول يجيب الموافقات عليه وبالآخر ما قدر يعمله. أحد لكم أنه هذا المشروع يتنفذ من أول لحظة صار فيه بلدية جديدة، حكيت مع جمال ومع المحافظ وقلت لهم أنه هذا المشروع لازم يمشي، اللي حيشتغلوا بقلب المشروع بيرتي من أهل طريق جديدة. طيب يلا روحوا يا شباب. وعاهد الحريري جمهوره على أن كل المشاريع التي وعدت بها بلدية بيروت ستنفذ لتكون لمصلحة بيروت ولأهاليها، سواء أكانت موقف السيارات أم الكورنيش والحدائق والمدارس. قانون 60 بات قدراً محتوماً، فما آلية تطبيقه؟ بوضوح تام قالها رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون. شو بيقول الدستور؟ نامي الدستور بيقول يدعم الشعب إلى الانتخابات ضمن 90 يوم، تدعي الحكومة إلى الانتخابات ضمن 90 يوم. على أساس القانون النافذ؟ أكيد على أساس. فالرئيس عون الذي رفض سابقا توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة منعا لإجراء الانتخابات النيابية وفق قانون 60 وجد نفسه يتراجع عن موقفه ويتجرع مرغما الكأس المر لما كان يصفه بالقانون الأسوأ، أي قانون 60. في القانون لا يبطل قانونا إلا قانون آخر يصدر عن مجلس النواب، ومن ثم فإن قانون عام 2008 لا يزال مرعي الإجراء، فماذا سيحدث بعد تاريخ 29 من أيار؟ اليوم نحن أمام احتمالين لا ثالث لهما. الاحتمال الأول هو أن يكون هنالك تمديد لمجلس النواب، وهذا إما ضمن شهر أيار، أي في الفترة اللي بعده العقد العادي مستمر لمجلس النواب، أو في عقد استثنائي. أما الاحتمال الآخر فهو الوصول إلى آخر أيار دون إقرار قانون يمدد عمل مجلس النواب كسلطة دستورية، ودون إقرار قانون يعدل قانون 2008 أي قانون 60 ويرسي قانون جديد للانتخابات، وعدم دعوة مجلس النواب إلى عقد استثنائي، وبالتالي بعد أيار لا يعود المجلس النيابي قادرا على التشريع.
وأمام هذين السيناريوهين هناك من يقول بتطبيق المادة 25 من الدستور اللبناني المتعلقة بحل مجلس النواب، علما أن هذه المادة لا تتحدث عن انتهاء مدة مجلس النواب بفعل عدم إجراء الانتخابات. مجلس النواب لا يمكن أن يعود إلى الحياة بعد انتهاء ولايته وعدم التمديد له، إنما الحكومة تصبح أمام أمر واقع، أي أن عليها أن تجري انتخابات، تنظم انتخابات ضمن 3 أشهر من انتهاء هذه الولاية. أيهما أقرب إلى التطبيق؟ أقرب أن يكون هنالك تمديد لمجلس النواب، لأنه أصبحنا في واقع التمديد، بمعنى أنه لفترة وجيزة على أن تجرى الانتخابات وفق قانون جديد أو وفق القانون المرعي الإجراء. في الدستور ما من فراغ، فانتهاء ولاية مجلس النواب من دون التمديد يجعل مجلس الوزراء يقوم مقامه استثنائيا حتى إجراء انتخابات، ولكن المشكلة اليوم هي في الفراغ السياسي والخوف من دخول البلاد في مخاطر سياسية لا تحمد عقباها. دارين دعبوس، قناة الجديد. بعد الإعلان عيون بيروت ب5 ملايين دولار. أهلا بكم من جديد. 200 كاميرا جديدة في وسط بيروت بتكلفة تقارب 5 ملايين دولار. بطلب من المديرية العامة للأمن الداخلي ستضاف 200 كاميرا مراقبة جديدة في وسط بيروت لتنضم إلى أخواتها في كل العاصمة، بعدما أوقفت شركة سوليدار العمل بشبكة كاميراتها الخاصة نظرا إلى نظامها القديم. المشروع الذي وافق عليه المجلس البلدي في بيروت بأكثريته هو من ضمن المشروع الذي بدأته شركة غارديا سيستمز عام 2014 في عهد المجلس البلدي السابق لمدينة بيروت. وبحسب صحيفة الأخبار فإن تكلفة المشروع المرتفعة وغير المدروسة دفعت 6 أعضاء في المجلس البلدي من أصل 20 حضروا الجلسة إلى الاعتراض على العقد الجديد الذي بلغت قيمته نحو 5 ملايين دولار، وهو ما عد تكاليف باهظة تكابدها مدينة بيروت على حساب أمور أخرى. المبالغ اللي عم تصرف، نحن كرأي عام وكدافعين ضرائب ببيروت من حقنا نعرف كيف الأولويات عم بتكون، ولازم يعني حتى يكون في نقاش مع الناس، نقاشات عامة تشارك فيها الناس، تقول يا جماعة نحن بدنا هيدي 1 2 3، ويسمعوا لهم للناس، لأنه الظاهر أنه في بعد عن حاجات الناس الحقيقية اللي هي على الأرض. بالعودة إلى شركة غوارديا سيستمز الملزمة تركيب الكاميرات، تقول صحيفة الأخبار أن العقد جرى بالتراضي، كما أن الأسعار مرتفعة فضلا عن علامات استفهام عدة طرحتها الصحيفة حول تاريخ تأسيسها عام 2012، أي قبل 2 سنين فقط من تاريخ تلزيمها عقدا بملايين الدولارات. فماذا تقول الشركة؟ 5 شركات تقدمت، هال5 شركات كان عندها أسعار. غوارديا سيستمز هي اللي حازت على المشروع لأنه كانت أقل الأسعار بالمشروع. عم تحكيني حضرتك على الكلفة، أرجيك صورة للشيخ محمد مبارح، هاي عم بيفتتح غرفة مراقبة مثل الغرفة المراقبة يلي موجودة عنا ببيروت ومبسوطين فيها، وإذا بتطلع هون فخورين إنه دافعين حق 335 مليون درهم، أي ما يعادل 100 مليون دولار. لحنا بمشروعنا يا أستاذ، مشروعنا بيتضمن غرفتين تحكم وبيتضمن مركزين للبيانات بكلفة إجمالية 33 مليون دولار. شركتنا اللي احنا مؤسسة سنة 1995، يلي صار بال 2011 انه غيرنا اللي احنا اللوجو وغيرنا اسم الشركة، كانت الشركة شركة شاميم ميم، صارت شركة شاميم لام، كان مركزها بعبدة صار مركزها بيروت. وفق مصادر أمنية فإنه مقارنة بالسنوات التي سبقت تركيب الكاميرات فإن وجودها ساهم في رفع نسبة كشف الجرائم ومنع وقوعها، فضلا عن أهميتها في التحكم المروري.
لمناسبة عيد المقاومة والتحرير وبدعوة من اللقاء السياسي اللبناني الفلسطيني، لجان سياسي جماهيري في مركز معروف سعد الثقافي قدره حشد من المواطنين إلى جانب ممثلين عن الأحزاب اللبنانية والفصائل الفلسطينية ورجال دين وشخصيات سياسية واجتماعية. وتقدم الحضور أمين عام التنظيم الشعبي الناصري أسامة سعد، وكانت كلمات للمناسبة وجهت التحية إلى صانعي هذا النصر المشرف وإلى المقاومة الوطنية اللبنانية والمقاومة الإسلامية وإلى أبطال المقاومة والانتفاضة في فلسطين المحتلة. وأكدت الكلمات على خيار المقاومة الذي أثبت جدواه في مواجهة الاحتلال الصهيوني، كما أشارت إلى قمة الخزي والعار في الرياض التي تعمل على ضرب القضية الفلسطينية لمصلحة العدو الصهيوني. القوات اللبنانية والكتائب جنبا إلى جنب مع المقاومة بجولة في عيد التحرير. ما تفرقه السياسة يجمعه التحرير، فنواب من كتل سياسية عدة جالوا سويا في مزرعة بسطرة المحررة من مزارع شبع المحتلة في جولة لمناسبة عيد المقاومة والتحرير. نحن اليوم هون كقوات لبنانية تنقول أنه كل قطعة من لبنان وخاصة من الجنوب تعني لنا. شعارنا هو 10452، هذا شعار بنقصده بالوحدة، بنقصده بالشراكة، بنقصده بالتحرير، وبنقصده بكل المعاني. نحن بنحترم شهدائهم وشهداء لبنان كلها وشهدائنا كلنا، وبنتمنى هاللقاءات هيدي تصير بكل المناطق اللبنانية، لأنه هيدا يكون نهار وطني مثل هالنهار يلي شايفينه هلا. الجولة أتت بمبادرة من رئيس مجلس النواب نبيه بري وبدعوة من النائب قاسم هاشم. نرحب بزملائنا الذين يعبرون عن هذه الإرادة الوطنية الجامعة التي نلتقي اليوم لنقول هذا هو لبنان الذي نريد، هذا هو لبنان الذي لا بد أن نصل إليه في كل اللحظات، هذا هو لبنان الجامع. حشد من الفعاليات والأهالي قاموا باستقبال الوفد عند بوابة الحديد التي ركزها العدو أخيرا وسط إجراءات أمنية مشددة، والمراقبون الدوليون رفعوا علم الأمم المتحدة عند خط الانسحاب بالتزامن مع تحليق للطيران الإسرائيلي في أجواء المنطقة. وسط حشود المرحبين، الرئيس عصام فارس يعود إلى بلدته بينه ويزور رئيس تيار المردة في ابن شعي. إلى بين عكار توجهت الوفود الشعبية والرسمية والأمنية والدينية للترحيب بنائب رئيس الحكومة السابق عصام فارس الذي استقبلهم محاطا بأفراد أسرته في دارته التي غصت بالمهنئين. وأعرب فارس لحشود الوافدين عن ارتياحه الكبير إلى وجوده في منطقته وبلده، مؤكدا وقوفه الدائم إلى جانب أبناء عكار هذه المنطقة التي هي بحاجة إلى كل رعاية واهتمام. السياسي إذا مثل السياسي اللبناني منو هيك دولته، بس أنا بقول لك نهجه الإنمائي، نهجه المؤسساتي، نهجه الوطني، اعتداله أكيد مكفي وإن شاء الله بزخم. لبنان بحاجة له في كل وقت، لأنه هو لا شك دولة الرئيس، هو رجل مؤسسات، إنسان محب، بيحب الناس، بيحب البلد، بيحب إنه يكون هالبلد بازدهار دائم. وهو لا شك انه انسان ايضا معطاء، اعطى هالبلد بقدر ما بيستطيع. وفي اطار جولته على المسؤولين والمرجعيات السياسيه قصد فارس بن شعي، حيث زار رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجي في دارته، وكان عرض لمجمل التطورات والمستجدات الراهنه في لبنان والمنطقه. نحن ودوله الرئيس تاريخ صداقه، وخلينا نقول كنا نعتبره بكل المراحل كان خي كبير وبي، ولا يوم يعني ما رأيت بكل المراحل السياسية إلا كنا مسيرتنا سوا، حتى عم نحكي بالترشيح عن يابي كنا نترشح صحيح مع بعضنا وبكل المراحل، وفينا نقول شغلة على كل شيء حكيناه هو الوجدان والتاريخ، كنا عم نستعيد تاريخ، وإن شاء الله إذا الله راد نتمنى يجي يشتغل هون بلبنان، لأن لبنان بحاجة لعوادم مثل دولة الرئيس. إن شاء الله بتصير، لأنه نحن ما بدنا ندخل بطريق مسدود، ما بدنا يعني بإذن الله كلهم واعيين وكلهم حريصين على هالبلد. النوايا سليمة، ولما بتنوجد النوايا سليمة بدنا ينفذوها، بس يعني هن المسؤولين إن شاء الله. بعد كلام الرئيس بتعتبر صار أمر واقع قانون 60؟ يعني في بعد تجسبات،
في ناس تانية بتقول لا إن شاء الله بيعملوا قانون حسب إن شاء الله الله يقدم الخير. ولفت فارس إلى أنه عندما يغيب الإنسان 12 سنة يتكلم بكثير من الذكريات، مشيرا إلى أنه يمكن أن يعود إلى السياسة في لبنان ويمكن أن لا يعود، آملا إيجاد صيغة لقانون الانتخاب قبل 20 حزيران المقبل كي لا ندخل في طريق مسدود. الحملة الوطنية للمطالبة بحقوق ذوي الإعاقة تعتصم في رياض الصلح بحضور ناشطين من المجتمع المدني. بمشاركة عدد من نشطاء المجتمع المدني، نظمت الحملة الوطنية للمطالبة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة اعتصاما في ساحة رياض الصلح بهدف التذكير بمطالبهم، وأولها تطبيق القانون 220 على 2000. الإعاقات الأربعة تمثلت في هذا الاعتصام الذي شاركت فيه جمعيات من مختلف المناطق اللبنانية. وها نحن اليوم نجاهد ليكون لنا مقعد دراسي لأولادنا في المدارس الحكومية والخاصة. منذ 17 عاما كنا ننتظر وبأمل كبير توقيع رئيس الجمهورية على القانون الموعود، وكنا نحلم في تلك الأيام التي سبقت 29 أيار بأن زمن التهميش والحرمان وتجاهل الحقوق قد ولى. الكوتا النيابية للأشخاص المعوقين كان مطلبا لافتا لبعض المشاركين في هذا التحرك. الطالب أنه يكون ممثل بالمجلس النواب وبالحكومة من ذوي الاحتياجات الخاصة، يكون في نائب ويكون في وزير بكل مجلس نواب وبكل وزارة. واليوم كلنا موجودين تنقول كلمة واحدة، أنه ما بقى نقدر نسكت على تهميشنا وعلى تجاهل حقوقنا. ليس هذا التحرك الأول ولن يكون الأخير الذي تنظمه حركة الإعاقة اللبنانية، ولكن يبقى السؤال، متى ستتوحد حركة الإعاقة هذه حول أبسط المطالب والحقوق المنصوص عليها في القانون 220 على 2000؟ ناصر بلوط، قناة الجديد. بعد الإعلان، ترامب وماكرون والأطلسي. أهلا بكم من جديد. الأطلسي ينضم فخريا إلى الائتلاف الدولي ضد داعش. في أول لقاء بينهما التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في مبنى السفارة الأمريكية في بروكسل على غداء عمل قبل بدء قمة حلف شمال الأطلسي. وكانت السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب في استقبال الرئيس الفرنسي الذي لم تحضر زوجته بريجيت على مدخل السفارة، وتناول اللقاء قمتي الأطلسي ومجموعة السبع التي تبدأ الخميس في إيطاليا والأزمات في سوريا وأوكرانيا ومسألة كوريا الشمالية إلى جانب ملفي الاقتصاد والمناخ. وسيخطو إيمانويل ماكرون الذي انتخب في 8 أيار وتسلم مهمته في 14 منه خطواته الأولى على الساحة الدبلوماسية الدولية من خلال هذا الاجتماع وقمة حلف الأطلسي التي ستتبعه. وكان ترامب قد شارك قبل ساعة من لقائه ماكرون للمرة الأولى في قمة لحلف شمال الأطلسي. وفي أعقاب هذه القمة أعلن الأمين العام للناتو جينس ستولتنبرغ أن الحلف سينضم إلى الائتلاف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية، إلا أن هذا الانضمام يبقى صوريا، حيث قال ستولتنبرغ أن القرار الذي يأتي استجابة لطلب من الولايات المتحدة التي تقود التحالف سيوجه رسالة سياسية قوية حول وحدة الصف في مكافحة الإرهاب. لكنه أضاف متحدثا أمام الصحفيين في بروكسل أن هذا لا يعني أن الحلف الأطلسي سيشارك في عمليات قتالية. والتقى رؤساء دول وحكومات بلدان الحلف الأطلسي 28 في حفل تسليم مفاتيح مقر الحلف الجديد ثم حول عشاء عمل، وسيقرون خطة عمل تتضمن مجموعة من التدابير الهادفة إلى تكثيف مكافحة الإرهاب، وهو ما يدعو إليه ترامب الذي ردد على مدى أشهر أن الحلف الأطلسي عفى عليه الزمن، أخذا عليه عدم التحرك على نحو كاف في رأيه لمعالجة هذه المشكلة. تطورات جديدة في تفجير مانشستر الانتحاري وشقيق منفذ الهجوم في قبضة قوة الردع الخاصة بطرابلس الليبية.
أعلنت الشرطة البريطانية اعتقال شخصين جديدين في منطقة مانشستر على صلة بالهجوم الانتحاري الدامي الذي وقع الاثنين وأسفر عن مقتل 22 شخصا، فيما تم الإفراج عن امرأة أوقفت الأربعاء من دون توجيه الاتهامات إليها. ومن جهة أخرى أعلنت قوة الردع الخاصة بطرابلس الليبية أنها تمكنت من إلقاء القبض على هاشم رمضان أبو القاسم العبيدي مواليد عام 97 في مدينة مانشستر البريطانية، وهو طالب جامعي تخصص في الهندسة في المدينة، وعلم أنه شقيق منفذ تفجير مانشستر سلمان العبيدي. وأفاد هاشم بأنه ينتمي إلى تنظيم داعش، واعترف بتواجده في بريطانيا أثناء فترة التحضير للعملية، واتضح أنه على دراية تامة بتفاصيل الهجوم الإرهابي، وبأنه خرج من بريطانيا يوم 16 من نيسان الماضي، واعترف بأنه على تواصل دائم مع شقيقه. وكانت المخابرات الألمانية قد كشفت أن منفذ العملية كان في ألمانيا قبل 4 أيام من الهجوم، وعبر محققون عن اعتقادهم بأن عبيدي كان ينتمي لشبكة متشددين أوسع نطاقا، لكن الشرطة أعلنت من جهتها أن تسريب المعلومات المرتبطة باعتداء مانشستر الدامي أمر يضر بالتحقيق، بعدما تم الكشف في فرنسا والولايات المتحدة عن تفاصيل متعلقة بالملف. وقال متحدث باسم شرطة مكافحة الإرهاب إن المحققين يعولون على الثقة مع شركائهم الأمنيين حول العالم، مضيفا عندما يتم خرق هذه الثقة فيقوض ذلك هذه العلاقات ويقوض تحقيقاتنا. السفارة البريطانية في لندن تحيي عيد ميلاد الملكة واليوبيل الياقوتي لاعتلائها العرش باحتفال حاشد. اختارت السفارة البريطانية في لبنان مدرسة القديسة حنة لراهبات البيزنطيين في بيروت للاحتفال بعيد ميلاد الملكة إليزابيث الثانية 91 واليوبيل الياقوتي لاعتلائها العرش تحت شعار الاستثمار في المستقبل، بحضور ممثلين عن الرؤساء الثلاثة وأكثر من 600 مدعو. الاحتفال استهل بدقيقة صمت تحديدا على أرواح ضحايا الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مدينة مانشستر أخيرا. وفي كلمته دان السفير البريطاني يوغوت شورتر الاعتداء مشيدا بصمود لبنان في وجه الإرهاب. اعتدنا أن نحافظ على هدوئنا وأن نستمر في عملنا، لأنكم أنتم اللبنانيون خير من يعرف معنى الصمود والنهوض من جديد، فإن دعمكم يعني لنا كثيرا. هذه الليلة هي احتفاء بمستقبل لبنان وبالاستثمارات الاستثنائية التي وظفتها بريطانيا في ذلك المستقبل. نحن شريك في مستقبل لبنان، حيث نقدم الدعم لقطاع التعليم ولقطاع التكنولوجيا وخلق فرص عمل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى التعاون مع البلديات استجابة لحاجات المجتمعات المحلية. Ladies and gentlemen, the Queen. And to Lebanon. واختتم الحفل بشرب نخب الملكة ونخب لبنان. طبعا كان هذا الاحتفال في السفارة البريطانية في لبنان. والآن إلى أخبار من مواقع التواصل الاجتماعي مع زميلة سارات صالحة. مرحبا. عيد المقاومة والتحرير كان الهاشتاج والحدث الأبرز على مواقع التواصل الاجتماعي، استحضر من خلاله الناشطين ذكرى شهداء التحرير يلي بفضلهم عم يعيش اللبنانيين هالعيد، كما استرجعوا من خلاله مشاعر الفخر والعز يلي عاشوها من 17 سنة لحظات تحرير الأسرى المعتقلين، اللحظات يلي حظيت بأعلى نسبة مشاركة ومشاهدة على هالمواقع. ومن المقاومة مننتقل مع موضوع بعيد كل البعد، ولكن كان له حصة كبيرة على مواقع التواصل من بعد ظهور كل من ميلانيا وإيفانكا مرتديين سكارف أو غطى الرأس، بالإضافة لارتدائهم اللون الأسود كدليل احترام للبابا فرانسيس والكنيسة، الشيء اللي رفضوا يعملوه خلال زيارتهم لأكثر دولة إسلامية متشددة هن وعم يمضوا اتفاق بملايين الدولارات بحجة تمثيل ميلانيا وإيفانكا المرأة الأمريكية المتحررة مناهضة لقمع النساء ولو حتى من خلال الحجاب. هالتناقض خلق جدل واسع على مواقع التواصل بين يلي رفض تشبيه الوشاح الخفيف بالحجاب الإسلامي وبين من شاف بهالتصرف نفاق سياسي ما بيمشي غير على العرب.
ننتقل مع أحدث إصدار للإيموجيز رح يحصلوا عليه أولاً مستخدمي تويتر يلي صار بإمكانهم يعبروا أكثر عن نفسهم مع 69 رمز جديد متميز وغريب، منها الأم يلي عم بتردع، الزومبي، مان فيري، محبي اليوغا وغيرهم من الرموز المعبرة عن الهوية المميزة للرجل والمرأة والأعراق المختلفة بالعالم. واخيرا بدي اخبركم عن الياس عايده، شاب لبناني بنفتخر فيه، عم ينهي شهاده الدكتوراه بعلم الفلك بجنوب افريقيا. الياس حب يستغل مواقع التواصل الاجتماعي باجمل طريقه ليوصل علم الفلك بابسط شكل ويخليها مفهومه لكل الناس، فخلق صفحه على الفيسبوك بيحكي فيها عن الظواهر الفلكيه العلميه ولكن بطريقه سهله مبسطه وعلى اللبناني. بس اذا هالنجوم كان عندهم فيسبوك بروفايلز وبدهم يغيروا الحالة الاجتماعية تبعيتهم أو ريليشن شيب ستيتس، نجوم مثل الشمس تبعيتنا بيكونوا سينجل، نجوم الموجودين بنظام ثنائي بيكونوا ان ريليشن شيب، ونجوم اللي بيكونوا بنظام متعدد ثلاثة أو أربعة، يو نو اتس كومبليكيتد. فلكل محبي هالعلم والراغبين بالتعرف عليه اكثر، تابعوا الياس عبر الفيسبوك وايضا تابعونا عبر صفحه ترندز على فيسبوك وعبر صفحاتي على فيسبوك تويتر انستغرام، وما تنسوا تاج اند هاشتاج ترندز اذا كنتوا مثل الياس وحابين تخبرونا عن انجازاتكم. باي. الاخبار الفنيه مع الزميله دارين شاهين. مرحبا. زوجتي أنا، مسلسل حبيناه وتابعناه على شاشة الجديد، مكمل معنا بجزء الثاني بشهر رمضان المبارك، خلينا نتابع سوا التفاصيل. زوجتي أنا ما في موسم أول وموسم ثاني، أصلاً من الأساس زوجتي أنا هو هالقد، ولكن نحن أنا وإدارة المحطة لما حكينا بالموضوع وعمل إذا بدك أرقام كتير عالية بالسيزن الأول، ارتقينا أنه ما نكفي نوقفه بمطرح معين ونرجع نعرض ما تبقى منه يلي منسميه الجزء الثاني، ولكن بالحقيقة هو جزء واحد. زوجتي أنا هو أهم شيء بالنهاية، أنه اليوم جوال داغر مين رح يكون جوزة ولا مين بقى ترجع. ما تعطي لي هم تيابك يا حلمي، منجيب لك غيره، انت ضيفتنا هلا. ومثل ما شفنا انه تارا انخطفت بالجزء الاول، ف كان في تشويق بنهايه اول جزء، وشو قولكم حيلاقوها ولا حتضلها مخطوفه وشو سبب خطفها ومين خطفها؟ وين تارا؟ وين راح؟ كيف النهار؟ وين راحت؟ برأيكم رح أقدر خلصها لتارا من الخطف ولا حتبقى مخطوفة ولا حدا غيري رح يخلصها؟ أنا بقول أنا بس انطرونا وحضروها. بالجزء الثاني شوي عم بتخلى هيك بأول فترة عن العواطف، رايح مركز اهتمامي على صديقي أمير وناسي حبيبة قلبي ساندي، وهذه غلطة. التحويل اللي رح يصير بشخصية فاتن رح نكتشفه بعدين. بحب أسأل الجمهور، يعني انتو كيف كنتوا بتفضلوا فاتن تكون فاتن هيك مثل ما شفتوها بأوائل الحلقات ومثل ما رح يبلش الجزء الثاني، هالامرأة المتسلطة، او بتفضلوا تكون الام يعني تاخد وتعطي اكثر؟ خيك اجي تليفون وفل من هون بسرعة مثل المجنون، ليه مصرت تتهمه انه عمل شيء؟ ليه ما بتفكر انه صاير معه شيء؟ أنا برأيي إذا بدكم خبركم إنه شو في، يعني بس بتركن أنتم تستنتجوا هالشي مشان هيكون عندكم شوية حشرية أنتوا عم تشوفوا المسلسل. هيدا كان كل شيء بالنسبة لنشرة فن الخبر. وختام النشرة مع ديمقراطية. تيك تاك. العوافي. قبل ما نحكي عن عيد التحرير والكلام السياسي الانتخابي التفاؤلي اليوم، خلونا نشوف شو صار بموضوع حجب موقع التيار الإلكتروني بالسعودية. تيك تاك. ألو شيخ سعد، عرفت إنه السعودية عملت حظر على موقع تيار دوت أورج؟ لا عن جد؟ سكر سكر تشوف شو القصة.
لحظة قالوا انه الموقع مخالف لقانون وزارة الاعلام والثقافة بالسعودية. انه بشو؟ سكر خليني اطلبهم شوف شو القصة. لحظة قلن شيخ سعد عيب ولو المخابرات السورية بعزة ما حجبت الموقع. سكر خليني احكيهم وبرجع لك. الو جبران؟ حكيتهم بالمملكة. ايه وشو صار؟ بس قلت لهم طيار.org قالوا لي سكر ما تكمل وطبش سكروا. بس اليوم مع كلام رئيس الحكومة سعد الحريري من طرابلس وكلام السيد حسن نصر الله باحتفال عيد المقاومة والتحرير ارتفع منسوب التفاؤل انتخابيا. كيف؟ منشوف هالمشهد بين السيد كريم بقردوني وفخامة الرئيس السابق إيميل لحود وبكرة بشوفكم. تيك تك. مرحبا فخامة الرئيس، أنا اليوم بعيد التحرير حبيت عيدك إلك شخصيا لأنك أبو التحرير. شكرا كريم. شو رأيك بالكلام السياسي اليوم؟ اليوم الرئيس الحريري أعلن من طرابلس أنه تم الاتفاق على قانون انتخاب جديد. إيه سمعته. والسيد نصر الله بكلمته باحتفال الهرمل أعلن أنه من يومين صار في أفكار جديدة ممكن توصل لنتيجة طيبة. حلو، يعني منسوب التفاؤل ارتفع. إيه كريم، عم يرتفع منسوب التفاؤل شوي. طلع نزول، شفتوا المنسوب التفاؤل كيف عم يرتفع؟ ايه عم يرتفع شوي. ايه بين راسه، بين كله، ارتفع منسوب التفاؤل، شفت شو حلو؟ تيك تك. كان في هذه النشرة منفذ تفجير رأس بعلبك داعشي في قبضة الجيش. نصر الله عن قمة الرياض. أغلبيتهم الساحقة ما عندهم علم لا بالبيان ولا بالمضمون. جريمة مروعة في جنات، قتل زوجته وابنته ثم انتحر. نتيجة شيء صار معين بين المرأة والرجل راح الضحية. المقاومة والتحرير في جوني. عيد السعود، سعود المسيح، عيد فاطمة. والقوات والكتائب على الجبهة. نحن بنحترم شهداء لبنان كلها وشهدائنا كلنا. الحريري يعلن من طرابلس الاتفاق على القانون. لا ان شاء الله حيكون في قانون انتخابات جديد باذن الله. اتفقنا ما تخافوش. لمزيد من الاخبار تابعونا على موقعنا الجديد دوت تي في وعلى فيسبوك الجديد اونلاين وتويتر الجديد نيوز. شكرا لمتابعتكم والى اللقاء.